بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء التلاميذ اليوم عندنا كيفية رسم الغيمة، طريقة حديثة وحلوة ومبسطة. نحتاجها هو عبارة عن ورقة عادية من أوراقنا وورقة رسم بس قلم رصاص، هاي بس الحاجات. الورقة نقصها بيدينا مو بالمقص، حتى نخليها على شكل عشوائي تنقص شكل عشوائي مثل غيمة نقصها بيدينا هيجي بس السريع نسويها. هذا نسميه قالب. انا قاصد لكم عده قوالب، انت براحتك شو ما تسوي براحتك، هذا يسموه قالب. الخطوه الثانيه نشخبط على وجه واحد من الورقه اللي قصيناها، قلم الرصاص قلم الوان بكيفك، المهم يعني قلم يكون من تجي نمسحه يكون يبين المسح مالته، مو قلم جاف ولا قلم ماجد، لو قلم خشبي لو قلم رصاص. شخبطنا من جزء واحد بس، وجه الاخ لا من شخبطه، نخلي هذا الوجه النظيف على الوجه النظيف مال الورقه. نزم الورقه من طرف الثاني بصابعنا، نمسح من المكان اللي شخبطنا عليه على المكان النظيف مال الورقه. شفناها كافي، نلزمها بالطرف الثاني ونمسحها بالعكس من الجهه الثانيه. المسح مالتنا يكون بسيط حتى لا تنشق الورقه ولا تتحرك الورقه. نرفع القالب، صارت عندنا هاي الغيمه. نقدر نكرر الحاله مره ثانيه، هاي مره ثانيه باللون الازرق سويناها، اقلام خشبيه مو اقلام ماجيك ولا اقلام باستيل. نمسحها زين، ايضا تبين عندنا غيمه بسيطه. هذا الجزء الثالث، هذا النموذج الثالث من الغيمة، أيضا نظل نمسح بها. صار عندنا غيمة على شكل مجسمات. إن شاء الله عجبتكم، ممنون للمشاهدة.